السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتك الأوائل دي جي، مع درس جديد للتاريخ. حضير درس التاريخ الوثائق التاريخية، إدماج جزئي، بيان دي برمون، سنة الرابعة متوسط، ليس من النيل. مرحلة تقديم طبيعة الوثيقة، وثيقة سياسية تاريخية على شكل بيان، مصدرها رسمي صادر عن شخصية فرنسية، الإطار الزمني والمكان 5 جويلية 1830، التعريف بصاحبه المارشال دي برمون قائد القوات الاحتلالية للجيش الفرنسي. مرحلة التحليل، الفكرة العامة، محاولة دي برمون استعطاف الجزائريين لمباركة حملته على الجزائر. أفكار جزئية، طلبت دي برمون الجزائريين للانضمام إلى حملته لطرد الأتراك. تعهد دي برمون باحترام ديانة وأملاك الجزائر. مرحلة الاستنتاج، وعاد دي برمون وثيقة تاريخية تبين زيف نوايا الاستعمار الفرنسي، فكل ما فيها التزامات وتعهدات تريد استعمار الجزائريين. فنادتها الأيام الأولى من الاحتلال الفرنسي في الجزائر. هكذا أعزائي التلاميذ، نكون قد أنهينا الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.